وللتعليق على الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف من أنقرة أخصائي أمراض الصدرية الدكتور أسامة أبو زينة. أهلا ومرحبا بك دكتور أسامة. بداية، وزارة الصحة العراقية تؤكد تسجيل 6 إصابات بالفيروس في عموم العراق، إلى أي مدى ترون أن الأوضاع في العراق تزداد خطورة في ظل حديث مستمر عن استمرار فتح المجال الجوي والبري أمام الطيران الإيراني والدخول الإيراني إلى العراق؟ طبعا هذه من أهم الأمور والتدابير التي يجب اتخاذها على الحكومات في هذه المرحلة. اتخاذ إجراءات الحجر الصحي تفيد في بداية الأمر، يعني في هذه المرحلة الأساسية والحرجة التي يجب على الحكومات أن تشدد فيها على إجراءات الحجر الصحي. لكن عند انتشار المرض وعند خروجها عن السيطرة فإجراءات الحجر الصحي لن تفيد شيئا. في هذه الفترة إذا طبقت هذه التدابير فأنت ستستفيد، إذا لم تطبق هذه التدابير فالخطورة ستكون كبيرة جدا، وهذه من الأمور المهمة. بعض الدول خاصة إيران الوضع فيها المتعلق بموضوع فيروس كورونا يثير الخوف بشكل كبير، ليس فقط بالنسبة لنا كأطباء ولكن على المستوى الرسمي. منظمة الصحة العالمية أبدت تخوفا كبيرا من الحالة في إيران لانتشار الحالات بشكل كبير جدا، تسجيل حالات وفاة جدا، ما يثير الشك في قدرة السلطات هناك وفعلا جاهزيتها في التعامل مع هذه الأمور. ففي المرحلة الأولى الدول المجاورة لإيران عليها اتخاذ تدابير الحيطة والحذر وإجراءات الحظر الصحي على المواطنين القادمين من هناك في المرحلة الأولى، لأنه بعد هذا بعد مرور المرحلة الأولى فإنه لن تفيد أي من هذه التدابير. طيب دكتور، يعني مصدر حكومي في العراق يؤكد أن أجهزة الكشف عن فيروس كورونا الموجودة في مطار بغداد الدولي معطلة، يعني ما أثر هذه المعلومة على مصداقية الأعداد التي تعلن عنها حكومة بغداد والمصابة بالفيروس؟ يعني هو الكاميرات الحرارية على المطارات والموانئ البرية والبحرية هي إجراء بسيط، يعني هو صراحة وجوده لا يعني أننا في أمان، ولا يعني أن مرضى الكورونا لن يستطيعوا الدخول إلى البلد. هو فقط إجراء بسيط يظهر أي من المرضى لديه حرارة مرتفعة. نعم، الحرارة المرتفعة هي من أهم الإشارات على وجود هذا المرض، لكن الحرارة المرتفعة لا تكون دائمة الارتفاع، ويمكن لهذا المريض أن يكون استخدم دواء خافضا للحرارة فلن تستطيع الإمساك به أو التعرف على حالته. طيب ما هي الإجراءات الاحترازية الصحيحة التي يجب على الحكومة أن تتخذها في 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 المطارات وفي المداخل البرية للحد من انتشار هذا الفيروس؟ طبعا هذا الموضوع المهم. في هذه الفترة الدول الخطيرة أو الدول التي تصنف أنها خارج السيطرة، إغلاق الموانئ بشكل كامل معها هو الحل الأمثل صراحة. لكن هل تستطيع هذه الدول إجراء مثل هذه الإجراءات؟ هذا يختلف، هذا يحتاج إلى قرار سياسي أكثر منه قرار علمي وطبي. هذه قضية أولى. القضية الأخرى متابعة جميع الحالات بفحص صحي شامل، وهذا يحتاج إلى كوادر طبية كبيرة جدا على الحدود. نعم، أخصائي أمراض الصدرية والتنفسية الدكتور أسامة أبو زينة، كنت معنا، شكرا جزيلا لك.